ما بتأثر. ألو أبوه، ألو أبوه، انتبه، دير بالك. ما برد لكل واحد تهز انت بالتاني عقله يا بس ما برد ما برد لقيته. سكينا كل البوار، ما في فايدة. رحنا بنبلغ الشرطة، قال ما بيقدروا يفتحوا مذكرة بحث أو يدوروا عليه قبل مضي 24 ساعة على اختفائه. قال هذا الشاب ممكن يكون راح هون أو هون. طيب خبرتون من جهة تهديد؟ خبرناهن، قال مع ذلك لازم يمضى 24 ساعة. وبعدين يا جماعة؟ رح نضل هيك واقفين وساكتي؟ ولي؟ ليقوموا يعملوا في شيء؟ والله ما بعرف، شو بدنا نعمل؟ عم فكر بمين فينا نتصل. يا الله والله ما بعرف حدا. ايه بحكي مع فايز، بركي بيعرف شي حدا تقيل بالداخلية. داخلية؟ داخلية؟ بيت طويل عريض ما في حتة وجع راس. ليش؟ وين توفي؟ بس ما عليه، طالما بطالعك من الورطة.